صباح الخير. يسعد لي صباحكم مشاهدينا وين ما كنتوا، بلشتوا تتابعوا معنا عالم الصباح. اليوم الافتتاحيه هي لصالح الشباب العربي اللي مليان بالتحدي والحماس لخدمه بعضه ولخدمه القضايا الانسانيه بحق. اليوم الافتتاحيه من كل الجنسيات العربيه ممثله بالجنسيه المصريه واللبنانيه لنحكي عن حدث رح تسمعوا عنه كثير بشهر ايلول. معي رانيا حلمي، رانيا مسؤوله العلاقات العامه لحمله الحق في التسلق ومتسلقه من مصر، وحنحكي هلا شو رح يتسلقوا، وعبير فرحة من لبنان كمان تطوعت لتتسلق باسم لبنان. أهلا وسهلا فيكم. أهلين. أنا ما رح أشرح، بلشوا اشرحوا لأنه وقتنا ضيق. نحكي شو هو الحدث اللي ناطرينه الناس بأيلول. هو بداية ريما أحب بس أشكر تلفزيون المستقبل وأنت على وجه الخصوص على استضافتنا على برنامج عالم الصباح، وعلى إعطائنا الفرصة لتقديم فكرة مبادرة الحق في التسلق. هي بمنتهى البساطة عبارة عن تشاريتي كلايم أو تسلق لصالح عمل خيري. المبادرة دي تحت رعاية منظمة الأولمبياد الخاصة، والفنانة قديرة يسرا هي سفيرتنا. بيتم تنظيم المبادرة دي من خلال شركة وايلد جوانابانا اللي أسسها عمر سمرة أو المصري طلع إيفرست. وهي عم نحكي مش عن إيفرست هالمرة، عم نحكي عن كيليمنجارو. والكورنر ستون أو هي مبنية على عدد من المتسلقين اللي هيحاولوا يطلعوا جبل كيليمنجارو في تنزانيا. الجبل ده ارتفاعه 19,340 قدم بس على مدار 7 أيام في شهر سبتمبر الجاي. طبعا هو تحدي كبير، يعني بقى لنا 3 أشهر بنتمرن للموضوع ده، ومن ساعة ما ابتدينا نروج للحملة لقينا استقطاب وانترست كبير من شباب، اهتمام كبير من شباب من كافة الدول العربية. والدليل على كده وجود أو مشاركة عبير حنا من لبنان. عبير فرحة من لبنان لصالح بيك عبير فرحة. بنسلم عليه للاستاذ حبيب. نحن حنحط على الشاشه على حال الويب سايت والتفاصيل للاشخاص اللي بدهم يعرفوا، بس انتم يعني رح تكونوا 20 شخص مبدئيا. اذا في اشخاص بعد بدهم يشاركوا بعد في مجال لهم من هلا لكم يوم أكيد يحطوا اسمهم، انه تكونوا 20 شخص على قمه كيليمنجارو من اجل هيدي المهمه الانسانيه اللي هي مساعده الاشخاص اللي بحاجه من ذوي الاحتياجات الخاصه. أنا اللي حبيته عبير وكتار ناس بتخيل هي فكرة إنه الشباب يقدموا نشاط من هالنوع، هذا شيء جديد يمكن ما جديد على العالم العربي بس ما بنشوفه كتير. أنت اللي حبيتي تشاركي كلبنانية بهذا الحدث؟ حبيت شارك كلبنانية لأنه أول شيء كان بدي أروح على كيليمنجارو، وثاني شيء بالإنجليزي خالص حبيت القضية. نعم القضية كتير مهمة، بحس إنه الشباب اللبنانية والشباب العرب ما عم يتضامنوا مع بعض لهدف مش لإلهم، للآخرين اللي عايزين. وكتير مهم نتحدى حالنا والفرجة انه نحن قادرين نخدم قضية من هالنوع، لأنه ننبسط أكثر بالحياة إذا فينا نتحدى حالنا وكمان بنفس الوقت نساعد الآخرين ننضم كاخوان عرب، كمان كثير مهم. عبير لبنانيه 100% بس مزيج الانجليزي والعربي عندها قوي كثير لكل المشاهدين اللي عم يشوفونا لوين. بس عبير حبه كانت تعبر باللغتين يمكن لتفرجي حتى العالم الغربي نحن شو فينا نعمل. عم نشوف صور كنا شوي عن رانيا عن الاشياء اللي صارت قبل، في حدا تسلق قبل؟ هو مؤسس شركه وايلد جوانابانا عمر سمرة طلع، كان اول مصري يطلع ايفرست زي ما قلت، بس هو طلع كيليمنجارو 3 مرات قبل كده. لما نطلع في سبتمبر هتبقى رابع مرة ليه، فبالتالي طبعا عارف أحسن طريق وأأمن مين طريق. مين عندكم جنسيات عربية كمان غير لبنان ومصر؟ عندنا ناس أبدوا اهتمام من قطر برضو، وفي ناس طالعين معانا من دولة الإمارات العربية المتحدة. وطبعا لسه يعني زي ما قلتي المجال مفتوح لاي حد يشارك، بالعكس احنا حابين ننشر ثقافه التطوع الخيري من خلال تحفيز الشباب على تحدي نفسهم، والحاجه دي بتضيف لهم بعد هام بتهيألي في شخصيتهم، بيساعدهم على انهم يواجهوا التحديات اللي بيقابلوها في مجتمعاتهم. الايدج جروب عبير عندكم قد ايه على الاشخاص اللي متطوعين معكم؟ مش متاكده يعني انا 28 بتخيل في كنا بهذا العمر 25 35 بس على الحال الاشخاص اللي ما بيشكوا من اي مساله صحيه انتم حتفحصون قبل اي حد يشاركوا؟ اكيد طبعا. المهم كيف حيكون شكلها رانيا؟ يعني انتم حتبلشوا على سفح جبل كيليمنجارو بتاريخ يعني هنسافر من مصر يوم 10، هنبتدي ان شاء الله الطلعه يوم 11. والطلعه قد بتاخذ وقت؟ طلعه 7 ايام. 7 ايام طلعه. هي في ناس بتاخدها في 5 ايام، بس احنا عشان عندنا ناس الفتنس ليفلز بتاعتهم مختلفه، فعايزين نطلع بالراحه جرادوال عشان جسمنا يقدر يتعود على الطلعه، على الحراره اكزاكتلي. هنبتدي من 40 اول ذا واي -2، فهناخدها واحده واحده عشان كلنا نقدر نطلع القمه. والنزله بقد ايه وقت؟ 10 ساعات. نزله اسرع بكثير عشان ستريت لاين يعني. هذا الحدث على كل حال اكيد حيتم تخطيطه بوقته. لا يعني عم نحكي عن 20 شاب عربي على قمه كيليمنجارو لقضية إنسانية عربية، وهذا على كل حال في امتد على قضايا كثيرة ثانية. أكيد. هي جمعية الحق في الحياة، معلش أنا ما قدرتش طبعا يعني ما تطرقتش أو ما قلتش، هي جمعية الحق في الحياة هي بتعتني بذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقات الذهنية في مصر، بس طبعا احنا يعني بنفكر إن التشاريتي كلايم ده يتعمل على يعني يتعمل كل سنة، فبالتالي ممكن السنة اللي جاية يبقى لصالح جمعية في لبنان، اللي بعدها صالح جمعية تانية في دولة تانية، فما عندناش الحدود دي، بس حبينا ان احنا نبتدي في مصر عشان نشوف ردة الفعل هتبقى عاملة ازاي. هو الاسلوب حلو كتير، انت قلتي لي وقت ان اول شخص عمل هذا الاسلوب هو لبناني، يعني حتى استوحيتوا الفكره بالظبط. يعني الحاجه دي طبعا هتهم الجمهور اللبناني. هو شاب اسمه خيري سمائية، ابتدى حركه اسمها كلايم فور لبنون من كذا سنه، وكانت التبرعات اللي اتجمعت من خلالها كلها راحت للاطفال في لبنان، وهي طبعا ابتدت على شكل صغير زي ما احنا بنبتدي الحق في التسلق كده، بس دلوقتي بقت مؤسسه خيريه مسجله في انجلترا، هوبفلي ان شاء الله نقدر نعمل حاجه حلوه كده. عم بقول لكم برافو على الفكره، لانه هذا لحاله بيكبرنا قلبنا انه عن جد الشباب العربي مش مثل ما بيتهمون ايام انه ما عم بيفكروا بقضاياهم، شباب عم بيفكروا باسلوب ما بدي اقول يعني غربي، بالعاده الاسلوب الغربي حتى بيفكر بطريقه فيها اضاءه عالميه على المسائل. يعني هذه الشغله حتجلب انظار مؤسسات الاعلام بلبنان والعالم، وراح تضوي على طريقه تفكير شبابنا وقد مستعدين يتحدوا ويفرجوا انه هن قد المسؤوليه من شان الاخرين لاجل الاخرين. برافو. احنا عالم صباح ومشاهدينا رح يتابع، وكل الاشخاص اللي حابين يشاركوا مع رانيا وعبير والفريق بالصعود على كيليمنجارو بايلول بيقدروا يراسلون على الويب سايت اللي طلع قدامنا على الشاشه وعلى الفيسبوك كمان. بدايه عالم صباح مثل العاده بتكون مع ابراج، ومن بعدها بعرفكم على كافه الفقرات اللي حترافقكم يوم نهار السبت.